نديرو مشتق الدالة العكسية. مشتق الدالة العكسية الدالة العكسية عندنا اف دالة متصلة على اي ورتيبة قطعا على اي و اكس اكس دو زيرو ونديرو اكا و ا عنصر من اي إذا كانت إف قابلة للاشتقاق على ديك أ و إف بريم دو أ كيخالف الصفر فإن الدالة إف ولا الدالة اف موانزة راه قابلة للاشتقاق في ولا على في ولا على في اكس دو أ في اكس دو أ في اكس دو أ وهذه اف اذن اف موانز بريم دو اف دو أ شنو اش كيساوي كيساوي هو واحد على اف بريم دو أ القاعدة الأولى ديال قابلية الاشتقاق هذه مشتقة الدالة العكسية عندنا وتاني لدينا اف قابلة للاشتقاق على ديك المجال اي بحيث هذيك بحيث دالتها لا تنعدم
لا تنعدم على اي. على اي يعني اف بريم دو اكس خاصو يخالف صفر مهما يكون. اكس كينتمي الاي. فإن دالة إف موينز قابلة للاشتقاق على المجال إف دو إي. كانت يعني اف موينز بريم ديال واحد اكريك. هاد اكريك كينتمي لاف دو اي دو اكريك كيساوي واحد على اف بريم دو اف موينز دو اكريك. هاد العلاقة يعني اف بريم موانز بريم اف اف موانز بريم دو اكريك كيساوي واحد على اف بريم اف موانز دو اكريك. هاد العلاقة راه هي هادي ما كيختلفوش بزاف غير في لي كونديسيون اللي كيختلف. اما راه بحالها تقريبا نفس حيت شنو هي اكريك اكريك شنو هي هاد اكريك شنو هي غير اف دو ا. متفقين يعني هادوك الكون يعني اف دو ا كتساوي اكريك تكافئ او تين ان اف موينز دو اكريك عفوا اف دو ا كتساوي اكريك تكافئ ان اف موينز دو اكريك شنو كتساوي ا. اما تحفظوا هادي ولا حفظوا هادي راه نفسهم تقدر راه نفسهم كيكونوا نفسهم كما طحتي في ديك الدالة كتخرجها بهذه قال لك خرجي مثلا واحد بحال هادي مثلا اللي هنايا قال لك خرج ليا اف موينز بريم ديال جوج احسب اطبق لي اطبق اما غدير هاد القاعده ولا غدير هادي. هو شنو عاطيك اف موينز بريم ديال جوج ياك. نسيت ما غيرت واحد الحاجه اللي هنايا خاصها هنايا يعني يجي در جوج لهنايا يجي در ثلاثة نديرو يجي در ثلاثة اف دو يجي در ثلاثة لهنايا. شنو عطيك لهنا عطيك لهنا جوج جوج ديالش ما نجي تحسب اف دو جي در ثلاثة هتلقاها كيساوي جوج يعني بحال كيقولك طبق ليا هاد القاعدة يعني اف موينز بريم
دو اتنان كتساوي هي واحد، كتساوي هي واحد على اف بريم دو اف موان ز دو اكريك، اف موان ز دو اكريك. الان نمشي نطبقنا اف موان ز دو دو اف موان ز دو 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 اف موان ز دو دو. عندنا وعندنا اللي هنا حاسبين حنايا اف جذر ثلاثة راه محسوب هو جوج، يعني اف موان ز للجوج هو جذر ثلاثة. غتحط لي لينا جذر ثلاثة وغادي تخرج، يعني اف موان ز بريم ديال الجوج كيساوي، غادي نطبقوها لهنا، نطبقو هادي. ممكنش نطبقو هاد الحل، قالك اف كلنا نطبقو اف دو اف دو. ممكن عندك اف دو شحال كتساوي لنا اف دو هي هادي، هاي هي هادي. نقدروا اف دو ان اف اف دو ان نعوضو به هادشي. هادي هي هادي هي هادي اف دو ان، اف دو ان نعوضوها ب بجدر ب اف دو جدر ثلاثة، نعوضوها تما ب اف جدر ثلاثة. وهاد وهاد اف جدر ثلاثة راه كتساوي جوج، غنعوضو اللي هنا اف بريم دو جدر ثلاثة. نمشي نعوضها ب اف بريم ديال جدر ثلاثة، اف بريم ديال جدر ثلاثة. غادي نلقاو واحد العدد، نلقاو هو جوج في جدر ثلاثة على ثلاثة. وهاد العدد اللي غنلقاو غنصايبو هاد التمرين وغتفهمو كتر. نصيب التمرين، عندنا الدالة معرفة جدر واحد اكس او كاري، قال لك بين ان اف تقبل الدالة العكسية معرفة على المجال كلي. انا بداو بين ان اف تقبل الدالة العكسية معرفة على المجال جي، واحسب عندك سؤال واحد. سؤال واحد راه باين كيفاش تخرجو، قال لك تقبل الدالة العكسية يعني الرتابة والاتصال. لدينا ان بليس اكس او كاري كيدير متصل على اخ اخ بليس، متصل على اخ بليس، متصل على اير زائد. لأنها دالة الجذر، متفقين. و عندك جذر واحد زائد إكس وكاري يقول إكس راه قابل للاشتقاق.
على اير اير بليز، يعني نمشي نحدو اف في ما تسمع، حدد بين ان الدالة العكسية الرتابة تزايدية ولا تناقصية قطعا، ورا متصلة بين احنا متصلة، نشوف الرتابة ديما الرتابة اف بريم، رتابة اشتقاق، شوف كيف دايرة التزايدية والتناقصية، نديرو الاشتقاق ديال هادي، اشتقاق ديال واحد اكس او كاري بريم، نديرو القاعدة ديال جذر مرتبعين، شنو هي بريم ديال، شنو هي اف بريم، هاد الرتبة كنهودوها لتحتية، يعني هي ان الرتبة كنخلو ليه، يعني الرتبة كنهبطو ليه وكنخلو ليه الرتبة، اللي كندير اف لو ان موانسة، ولا هادي شنو كدير لها، كتحولها انسر ان، يعني الشيخ دي، يعني الشقاق ديال هادي بريم، الشقاق ديال اف اف اس ان، بحال قلتي اف اس ان هي كتهود درجة، كتهود هادي كدير بريم ديال هادي، كدير اف واحد على واحد، واحد على ان، كدير ناقص واحد، ناقص واحد هي هادي، كيف تحسبها بطريقة واحدة أخرى، هادشي كتساوي، نزيدو نكملو على هادشي، هتولي هي جوج إكس على جوج، الرتبة اللي هنايا غير جوج، واحد زائد إكس أو كار، راها بوزيتيف كلكو سوا إكس أبارتيان اير بليس، صافي بينا عندك، لدينا اف متصلة وتزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية، بطبيعة الحال راها عند صفر مسدود، حيت ما كيشكلش لينا شي مشكل، لدينا اف، اذا اف تقبل دالة عكسية، والدالة العكسية معرفة على الجي، معرفة على الجي، إذن الجي بغنحدو هو اف دو، يعني اف ديال اي، يعني اي شنو هو، يعني اف ديال زيرو زائد ما لا نهاية، مشيت ل هادي اللي كانت مغلوقة كدير الصورة، وأصلا تزايدية من قلبوش الأوردر، الترتيب كانت مفتوحة الليميت، حسبوها غادي تلقاو هي، لقاو الصورة لصفر، نمشي نعوضنا في هاديك نلقاوها هي واحد، وعند بليس لانفيني نلقاوها هي بليس لانفيني، احنا بينا على قلت الأولى السؤال هو، نشوف السؤال الثاني، السؤال الثاني قالك احسب اف دو جذر ثلاثة ثم بين ان
أن الدالة العكسية إف موان زد للدالة إف قابل للاشتقاق في النقطة اتنين، وأحسب إف موان زد دو اتنين. نحسبه. سؤال تاني، سؤال تاني بشوية بشوية. نحسب الصورة ديال اش ديال اف يجر تلاتة. القو هو نمشي نعوضنا، القوها واحد زائد تلاتة اللي عوضنا بتمايا، حيت هادي اوكاري عطيك هي تلاتة زائد واحد هي ربعة، هي جد ربعة هي جوج، وقع في الحالات كاع قبل ما كيقول لك حدد لي مثلا اف دو ا كتساوي مثلا، كيقولك حدد لي اف موينز كتساوي مثلا نديرو هاد السؤال اف موان زد ديال اتنين، قالك حدد ليا اف موان زد دو دو، مقالش معطاش كاع هاد السؤال، قالك حدد لي اف موان، غتمشي تقول لي بأن ديال اف موان زد دو كتساوي واحد العدد، يعني اف دو أ كتساوي جوج، هاد أ خفنا تعوضها، غنمشي تعوضها في الدالة، تولي أ أو كاري كتساوي جوج. حاول تخرج أ، ترفع أوكاري أوكاري ربعة، إذن أ أوكاري كيساوي تلاتة، عفوا أ كيساوي هو جذر تلاتة، أو أ كيساوي ناقص جذر تلاتة. شنو غتاخد؟ تاخد هذا، ناخدو أ بوزيتيف. علاش؟ حيت هاد أ راه كينتمي لإي، كينتمي لإي، يعني كينتمي لإير بليس. ناخدو هنا كينتمي لإير بليس، وهي هاد الصورة، هي لي عفوا ومنهو جيلر دو تلاتة راه كيساوي جوج. بعد ما عرفت كيحط لك اف موان زد دو دو، كتبقى تشوف في الماي تعرفش كيفاش تخرج، هتخرج عليه بحال هكا، تحط واحد المتغير وكتعوضو في ديك الدالة اللي عندك وكتخرجها. من بعد قال لك بين لي ان اف قابل للاشتقاق، بين لي ان الدالة العكسية للدالة اف قابل للاشتقاق في النقطة. عندنا اف قابلة للاشتقاق في النقطة جدر، سميه جدر ثلاثة، سموها مثلا اكس زيرو، ولدينا اف بريم ديال جدر ثلاثة شحال كيساوي؟ تقريبا غيساوي هو جدر ثلاثة على جوج، هذا اف موانز جدر ثلاثة راه كيخالف صفر. اف قابل للاشتقاق في النقطة، ولدينا اف بريم دو جي تلاتة كيساوي جي تلاتة على جوج، حيت ممكن نحسب الصورة دي يعني قابل للاشتقاق، وعندنا اف بريم دو جي تلاتة راه كيخالف صفر، اذا اف موان ز، اذا اف موان ز
قابلة للاشتقاق في النقطة اجدر جوج اكس اجدر ثلاثة عفوا قالك حسب ليا اف موان زان بريم كتساوي هي واحد على اف بريم جذر ولا بالأحرى ولا نديرو هاديك اف موان زان بريم لأن شنو غنحطو اف دو دو هاد دو ياك كملت لكم قبيلة هاد دو اي نقدرو هاد اف دو ا اف دو ا شحال خرج لينا اف دو جدر دي جدر تلات شحال خرج لينا جوج هاي نديرو اف دو جدر تلاتة خرج لينا جوج يعني واحد على اف بريم وهاديك جدر تلاتة هادي هي اياك هادي هي جدر تلاتة باش نعوضها ب اف موان ز دو اكريك و اكريك اللي عندنا شنو هو اف موان ز دو اكريك شكون هو جدر تلاتة نمشي درتي هادي راه هي هادي بلاتي 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 عندك اف دو يعني اف دو اللي عفوا ني دو عفوا عندك لنا اف دو جدر تلاتة شحال كيساوي هي جوج عندك اف موان زاد دو دو شحال كيساوي جدر تلاتة يعني لهنا جوج شحال كيساوي هو اف دو جدر تلاتة وعندك جدر تلاتة شحال كيساوي اف موان زاد دو دو وراه هادشي اللي هو هذا وهادشي اللي قصدو بيه لهنايا هادي هي صحيح هادي راه هي جوج وهادي راه هي تلاتة غنمشيو نحسبوها القواها هي جوج في جدر تلاتة تلاتة هي دي النتيجة العلاقة كتبقى تلعب بيهم هادشي اللي كاين في الدالة المشتقة أتمنى تكون فهمتوا هادشي.